أولا الحكومة قبل شهر رمضان عبأت اللجنة الوزارية المعنية، وذلك تبعا لتعليمات ملكية سامية، حيث كان اجتماع الخط الأخضر هو وسيلة من بين مجموعة وسائل. والسنة الماضية الخط الأخضر 57-57 وهو خط خاص بشهر رمضان أثبت فعاليته الكبيرة، لأنه كانت عملية ديال الرصد، كانت المصادرة، الحجز، كانت المتابعات اللي تقررت السنة الماضية. هذه السنة اليوم نحن في اليوم الثالث من رمضان، وأنا تحدثت مع السيد وزير المنتدى في الداخلية قبل الالتحاق بالندوة الصحفية حول المعطيات الأولية، هي الآن المتعلقة باستعمال الخط الأخضر، هي الآن بصدد التجميع، لأن يعني الله اليوم الأول واليوم الثاني إن شاء الله الأسبوع المقبل نقدم لكم الحصيلة الرقمية بإذن الله الخاصة باستعمال هذا الخط. قلت هنالك تعبئة لجنة مركزية لجان إقليمية، والتوجيه كي يقوم على ثلاث أمور: كاين ما يهم التموين ديال الأسواق، ما يهم سلامة المنتوجات، وما يهم الأسعار. وفي مواجهة العمليات المرتبطة بالاحتكار، المضاربة، المنافسة الغير شريفة، ترويج مواد فاسدة، كل ما يمكن أن يمس بالوضعية السليمة ديال الأسواق. اليوم السيد رئيس الحكومة أشار، وحنا بالنسبة إلينا يعني في دائما الحديث بلغة مبنية على الوضوح، الغلاء ديال الأسعار ديال البصل أشار إليه السيد رئيس الحكومة في كلمته اليوم، وهذا مشكل اللي ما يعني لم نقل بأننا يعني أنكرناه، بالعكس راه موجود، والعمل اللي اشتغلت به القطاعات الحكومية المعنية هو التدخل لضبط الأسعار المرتبطة به. ولهذا راه في هاد الساعات الماضية بدات كتراجع شوية الأسعار ديال البصل. نعم ما تراجعتش بالشكل اللي هو مأمول بالنظر لحاجيات ديال المواطنات والمواطنين، لكن راه كاينه عملية تدخل باش يتعالج هذا المشكل. وإن كان احنا كنوجه واحد النداء واضح أولا للمواطنات والمواطنين، يبلغوا على كل حالات على أي ملاحظة فيها شك، إما في وجود تلاعب أو مضاربة أو أي شيء، يوقع تدخل، يوقع. وهذاك التدخل باش اللي احنا بالنسبة إلينا كنلتزموا بأنه يوقع كما قلت التدخل، ولكن خاص التبليغ، خاص التبليغ، التبليغ من طرف المواطنات والمواطنين. المسألة الثانية وهي أنه الحكومة يعني تؤكد الصرامة، يعني الإرادة ديالها في التعامل الصارم والحازم مع أي واحد يبغي يتلاعب إما في الصحة المغاربة أو غادي يوقع في ممارسات غير قانونية ينتج عنها عبر الاحتكار أو المضاربة ينتج عنها رفع الأسعار. هادو جوج ديال الأمور كنأكد عليهم اليوم: التبليغ عبر الخط الهاتفي 57 57، وثانيا احنا بالنسبة إلينا التعامل الصارم مع المضاربين أو من يتلاعبون بصحة المغاربة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.